انا ايضا رساله الى الجمهور، نحن عندما ننتقد انا دائما اؤمن بعد المباراه ننتقد لمده 24 ساعه. نعم. هذا ما يسمى بالاعدام جلد الذات. نعم. لابد ان نراجع ذاتنا ونجلدها من اجل تصحيح الوضع. نعم انا اتفق الان، يعني ربما احنا بعد 10 دقائق ربع ساعه نركز فقط على مواجهه ايران. نعم. ولكن علينا بان ننتقد ونراجع ما حدث في المنتخب العراقي. انا اتحدث كمبوديا وهونغ كونغ مستوى اقل مني بكثير، وانا قدمت مستوى فني سيء للغايه. انا اعرف الرطوبه وقيمه وتاثير الرطوبه، ولكن عندما اشاهد المنتخب الايراني وارجع واؤكد ايران فنيا اتفق ويا كابتن رزاق افضل من عندنا، طرح كابتن رزاق كلمتين جميله جدا. قال منتخب ايراني متمكن والعراق فريق جيد. ممتاز 10 على 10 هذا الوصف. انطحت كل واحد طارمي عندهم سردار سمى الامور المسميات. نعم نعم عندهم لاعبين يلعبون في الدوريات الاوروبيه على مستوى عالي جدا. ما ممكن اني اجي اقارنه مع بكل احترامي بلاعبينا، بارك الله بهم، هذه الامكانيات فوق امكانيات، لكن هذا لا يعني باننا نرفع المنديل. ولكن انا شاهدت المنتخب الايراني اللي يلعبون في اوروبا درجه تحت الصفر، اجى لعب في البحرين درجه حراره ممكن 40 الى حتى يجوز 50 ورطوبه عاليه، ولكن لعبوا سهل ممتنع. امس منتخب ايران انا صدمت، سجلوا الهدف العاشر والمنتخب الايراني يتسابقون من اجل زياده الرصيد. يا اخي هذه ثقافه وهذه شخصيه للمنتخب الايراني، انا هذا ما ابحث عنه في المنتخب العراقي. انا ربما احنا امام الفرق دائما صاحبه التكتل الدفاعي نفتقد الى الحلول ونفتقد ايضا الى التحفيز، يعني انا امس اشاهد المنتخب العراقي بصراحه لولا الهدف العكسي ممكن ما نسجل بالمباراه، ممكن نطلع خارج التصفيات، هذه نقاط لابد ان تصحح. نحن ننتقد من اجل اصطاح وليس من اجل التسقيط او مجرد الكلام للانتقاص من المدرب او اللاعبين، وحتى تصريح